عوده لعشر الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية، والحقيقه نظرا للاهميه القصوى لمباراه النهارده ان شاء الله بين الاهلي والوداد، فاحنا زي ما قلت لكم في مقدمه حلقه النهارده الفقرتين الحواريتين فتحناهم على بعض عشان ما نسيبش لا كبيره ولا صغيره من كل التفاصيل المتعلقه بهذه المباراه وكمان بمباراه الاياب غير لما نتناولها بالنقد والتحليل ونقرا رؤيه الاثنين مدربين في الماتشين دول هيكونوا عاملين ازاي. ضيوفنا اللي منورنا النقاد الرياضيين الاستاذ كريم فضل وكمان الاستاذ طارق نور. يا صباح الفل واهلا بيكم معانا. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا هاند. اهلا اهلا وسهلا. صباح الخير على جميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يبقى يوم سعيد علينا كده كلنا. يا رب امين يا رب. يعني بدايته حلوه اهي وان شاء الله انا متفائله وباذن الله ينتهي كمان بملك التوقعات معانا. قال لنا في اخر لقاء ان الوداد هو اللي هيفوز على سان داونز وقد كان. عرفتها ازاي دي؟ حللتها ازاي؟ مع ان كانت 90% الناس تقول لك سان داونز اللي هيفوز. بداية كده صباح الخير عليكي وصباح الخير عليك يا استاذ كريم وصباح الخير على كل الأهلوية. الموضوع التوقع ده يعني هو نسبي، بس أنا اشتغلت على المعطيات اللي كانت قدامي. أنا قلت لحضراتكم في الفاصل إن سان داونز عنده مشاكل كتير جدا دفاعية لو تتذكروا ده. الوداد لو لعب على النقاط السلبية في دفاع سان داونز وعلى الكرات الرأسية ممكن يسجل وممكن يتأهل، وقد كان يعني هي دي اللي انا اشتغلت عليها يعني. اوكي جابها من الكنترول على طول. طب انت هتشتغل على ايه بقى فيما يتعلق برؤيتك لماتش النهارده بصفة خاصة؟ لا هنشتغل على المعطيات اللي قدامك ايه؟ يعني بناء عليها رؤيتك ايه؟ طيب اقول توقع ولا نقول تحليل فني؟ لا ادينا الاول قراءتك للمشهد ومن ثم التوقعات. اوكي بدايه كده هنقول ايه المباراه على الورق 50-50، بما ان في مباراه هنا ومباراه اياب في المغرب. ومن خلال تصريحات الجهاز الفني لفريق الوداد اظن ان الكل عرف خلاص ان طريقه اللعب هي هتكون ان هو هيلعب زون ديفنس وهيلعب او هيعتمد على الكرات المرتده وهيلعب على تامين الدفاع بشكل قوي واغلاق الاطراف. ليه؟ بيقول انا عاوز اخرج بافضل نتيجه وباقل نتيجه علشان اقدر استغل عنصر الجمهور والملعب في المباراه الثانيه. بالتالي المدير الفني فاندنبرج هيلعب ب 4-3-3. هو عنده غياب مؤثر ومهم جدا عبد الله حيموت. هيعوضه بمين؟ عنده حل من اثنين. الحل الاولاني انه يلعب بالثلاثه ستريتش، ثلاثه وسط ملعب مدافع، وهيدفع بجلال الدودي، او انه يفضل على طريقته المعتاده ولكن هيخلي ايمن حسوني يلعب بادوار دفاعيه اكتر منها هجوميه. في المقابل النادي الاهلي عندنا غياب مؤثر كابتن محمد الشناوي، ولكن ثقتنا كبيره جدا 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 في علي لطفي ومصطفى شوبير ايا كان اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي، وان كنت اتمنى ان يكون مصطفى شوبير لانه الاجهز في الوقت الحالي. الاهلي هيلعب بالطريقه المعتاده 4-3-3، هتتحول ل 4-5-1 في الحالات الدفاعيه و 4-1-4-1 في الحاله الهجوميه. ده الشكل اللي انا متوقعه والشكل اللي بيلعب بيه مستر مارسيل كولر في الفتره الاخيره. هيكون في ادوار مزدوجه للجناحين حسين الشحات وبيرستاو في مساعده الدفاع، وهيكون هما الكي بلاير في المباراه دي. واعتقد ان يعني كولر هيلعب بشكل اكتر على بيرستاو لان حمدي فتحي مش جاهز بنسبه 100% ان هو يبقى هو محور اللعب بتاعه او تنفيذ الخطط الهجوميه. كويس جدا. بص احنا يعني ده شق اللي هو الفني شويه، بس في لسه معطيات ثانيه وفي نقاط ثانيه عايزين نروحها، بس خليني برضو نروح لطارق. وطبعا يعني طارق انت برضو من النقاد اللي على فكره انا بتابعك وكتاباتك على الفيسبوك، بيبقى ليك برضو رؤيه دايما مختلفه، يعني كده بحس ان انت بتنظر للماتشات فيها فلسفه شويه. والله فيها بالظبط كده. بتشوف ازاي الماتش ده ممكن ان هو مجرياته او احداثه تكون برضو الاهلي والوداد؟ وبنتكلم شوط اول بقى، مش هنقول ماتش، شوط اول على ارضنا وشوط تاني بين طبعا يعني جماهير الوداد. خليني اقول لك اول حاجه، يعني انا دايما رايح لحته الفلسفه في الكوره دي فعلا، لان دايما بشوف في سيناريوهات كده الكوره دايما بتعملها لنا كانه فيلم دراما. اول حاجه المباراه صعبه بمعنى الكلمه. في اوقات بنقول كلمه صعبه بيبقى مجرد تهويل بس للماتش، انما المباراه دي صعبه للغايه على الطرفين. الفرقتين حافظين بعض، الفرقتين مستويات قريبه جدا جدا. مدربين هنا وهنا افكار اوروبيه زي ما بيقولوا، عندهم اسلحه هجوميه ودفاعيه، عندهم كل حاجه. فالمباراه صعبه هنا وهنا.
خليني اقول لك انا عندي حته تفاؤل بقى بسبب حته الفلسفه دي. انا كنت منتظر صن داونز تتاهل، بس باللي حصل وبسيناريو التاهل بتاع الاهلي نفسه من اول ضربه الجزاء اللي ضاعت، لا لا لا، السيناريو ده بيقول ان البطوله دي رايحه للاهلي بالمنظر ده. بالمنظر دوت في وقت كده تحس ان الكوره بتقول لك انا عايزاك النهارده البطوله دي بتاعتك. والله واحنا عايزينها بس احنا كده كده هناخدها، هي عايزانا واحنا عايزينها، احنا كده كده هناخدها، عندنا منها 10 بس. فكون جه الوداد، فانا حاسس ده زي اللي هو الطريق اللي بيقول لك ايه، مش هتاخدها وبس، لا انت هتاخدها وترد بيه حاجات كتيره جدا. اول رد هو رد طار السيزون اللي فات. احنا اتغلبنا بره الكوره قبل ما نتغلب كوره، احنا رحنا لعبنا الماتش في اجواء مختلفه والناس صحيح. كتير شافت ان لا ده الاهلي يستحق الهزيمه، لا الماتش لو كان اتلعب في ظروف مختلفه خلينا نقول كنا ممكن نشوف نتيجه ثانيه. فدلوقتي في وقت ان احنا نرد الطار ده. تاني حاجه عشان نقفل باب نهائي بقى قصه العقده ومش العقده، ان احنا بنتهزم قدامهم في النهائيات والكلام ده، فاحنا عندنا فرصه. اشاعات والله بتطلع، مش عارف ايه قصه العقده ده، عادي يعني بتحصل يعني. ما كل كده نقول انديه الاوروبيه بتتعقد مع ريال مدريد، ريال مدريد مثلا عقده لكل يعني اوروبا كده. واتقال برضو كلمه عقده دي اتقالت برضو في حاله سان داونز لو تفتكروا، يعني الناس افترضت ان هي مشكله عقده، وبعد الخمسه الاهلي عاده هو اللي بيشكل عقده للغير مش العكس. فانت عندك فرصه تنهي القصه دي تماما ان شاء الله. والقصه الثالثه يعني خليني برضك لو انتم متذكرين السنه اللي فاتت في وقت الفاينل طلعت تصريحات بعد المباراه ان ده وقت الكره المغربيه، وان الجبهه المصريه مثلا خدت فتره طويله جدا من السيطره على الاتحاد الافريقي وعلى قدرات افريقيا، وان جه وقت ايه توقيت المغرب، وبعدين تلاها قصه المغرب في كاس العالم شرفتنا وشرفت العرب كلها. مع كل حبي واحترامي للشعب المغربي والكرة المغربية وكل أشقاء العرب، بس أنا بحب الأهلي أكتر، أنا بحب مصر أكتر، أنا نفسي أشوف ده فرشور. فدي فرصتنا إن احنا نقول تاني إن مصر موجودة رغم كل التفوق المغربي. دي النقطة الفلسفية اللي أنا شايفها في الماتش ده، إنه بغض النظر عن الفنيات اللي كريم اتكلم فيها شوية ولسه هنسرد فيها أكتر برضه. أنت واخد الموضوع لناحية شخصية شوية أو مش شخصية خالص والله، بس يعني زي ما الناس كلها بتحب تشوف بلدها احسن حاجه وبتشوف فرقها احسن حاجه، انا نفسي اشوف بلدي احسن حاجه. وزي ما احنا مسيطرين دايما على افريقيا، مصر هي المنتخب، انت الافضل شباب، انت الافضل انديه، انت الافضل سيبك يعني اهلي زمالك اسماعيلي، دايما انت مسيطر. يعني بيجي كده مفيش حاجه بخوفك، يعني انت كلامك كله بتشع منه طمانينه. انا قلقان يعني الكلام يبان ان انا ضايع. شوف بعد كل اللي انا قلته لك ده، بس انا الكلام رايح ان انا سكت ان انا مطمن، ده اكيد. وتحس ان انت يعني عندك ثقه في فرقتك، انما ككوره طبعا الماتش مرعب للغايه. ما انتوا قلتوا انتوا الاثنين هي 50-50 بس يعني. انا على عكسه تماما، انا حاسس ان النادي الاهلي هيعمل نتيجه كبيره جدا النهارده، ممكن 3 مثلا، يا 3-4. لا مش معقول، لا مش معقوله بجد ان شاء الله، يا 3-4 يا ريت. ما بالمعطيات برضو وبالكوره، النادي حاليا افضل كواليتي لاعبين وافضل كواليتي جهاز فني وافضل والجمهور وحاله فوقان، الجمهور كلين شيت لماتشات عديده، عندك اللعيبه بتاعتك في البيك بتاعهم خلاص يعني وصلوا لاعلى مستوياتهم. احنا قلنا حتى لو هنيجي نتكلم فني، انت عندك خط وسط ما شاء الله يعني تاتش وود بشكل كبير، كولر عمل حاجه عظيمه جدا، خط دفاع مميز في حاله الفريق الوداد. هم برضو عندهم مميزين قوي على فكره، بالمناسبه من ضمن التصريحات اللي المدير الفني بتاعهم يعني صرح بيها، قال حاجات كتير من ضمنها ان هو مطمئن لخط الدفاع عنده بتاعه، وفي نفس الوقت قلقان من قوه خط الهجوم عند النادي الاهلي. بالظبط، انا لسه هقول لحضرتك اذا كان هو مطمئن لخط الدفاع عنده فاحنا واثقين جدا في خط الهجوم عندنا. زائد انت عندك اكتر من عنصر بيقدر يسجل، ودي كانت من افضل الحاجات اللي عملها كولر، ان مش شرط ان كهربا بس او محمد شريف هو يكون مفتاح التسجيل الوحيد اللي عندي المهاجم، لا حسين الشحات بيقدر يسجل، بيرستاو بيقدر يسجل، حمدي فتحي، علي معلول، سواء حتى قلبين الدفاع اللي عندك محمد عبد المنعم، ياسر عبد الرحيم، مميزين جدا في الكرات الرأسية، تقدر تشتغل عليهم من خلال الضربات الثابتة والكرات الركنية، بتعمل فنتات كويسة جدا 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 جدا، بتحصل بدخول حمدي فتحي بيسحب معاه مدافع بتحول انجل لنص جناح بحيث انه يسند كورة مع بيرستاو رايس كده يقدر يتحرك فيها، يقدر يقطم زي ما حصل في مباراة ال الترجي، ان هو يقطم بالكورة ويقف عليها ويراوغ اكتر من لاعب وبعدين بيسجلها بمنتهى الاتقان. فانت عندك باذن الله يعني لو اللاعبين اللي عندك في حالتهم الفنية
انت تقدر تكسب مستريح فرق كبير جدا، مع اعترافي الكامل ان فريق الوداد فريق قوي، ولكن على الورق وفي ارض الملعب انا شايف ولا زلت مصمم ان النادي الاهلي اقوى بكتير جدا من اي فريق تاني. كويس جدا. طيب تعالوا نروح شويه برضو لمستوى اللاعبين وتقولوا لي رايكم بمنتهى الصراحه. انا هقارن بقى، انا هخش في مقارنات ثنائيات. شوف انا هقارن خلاص كي. الموضوع خرج من ايدينا. اظن الكفه كلها تروح للاهلي والله يعني. فعليا لا لا مش بين لعيبه الوداد والاهلي، بالاهلي والاهلي نفسهم تحت قياده. شفت الموضوع اكبر. لا كده بقى اصعب بقى كده بقى اصعب. موسيماني لما جه، وانا هقارن باخر مدير فني، موسيماني لما جه كان في بعض اللعيبه اللي مستواها كويس لكن اتحسن جدا، منهم هقول اسماء محمد شريف وقفشه. كنا نشوف هذا الثنائي الاكثر من رائع، ودايما كانت الجماهير تقول لك موسيماني لازم ينزل قفشه ومحمد شريف، وبصراحه كانوا بيعملوا دور رائع جدا. جه بعد كده في فترات وقت بقى المنتخب وغيره المستوى اتهز شويه، وقال لك العلاقه ليه علاقه بالنفسيه وبتاع، وشفنا لعيبه تانية على الصعيد الاخر مع موسيماني ما كانتش في التالق بتاعها خالص على غرار قبل ما يجي. مشي موسيماني او رحل وقدم العديد من النجاحات مع النادي الاهلي، وبعد كده جالنا انا هتكلم بقى عن كولر على طول لان في النص ده يعني سواريش يعني ما كانتش فتره تحسب الى حد ما، ولكن كولر لا بجد هذا الرجل من اول يوم جه فيه لحد هذه اللحظه انا بشوف تطور في مستوى اللعيبه بشكل كبير، استقرار نفسي عند اللعيبه بشكل كبير، بنشوف ثبات في المستوى بشكل واضح. يعني دي عايزه لها تفسير شويه، بتفسروا ده بايه وبتفسروا ده بايه؟ مين اللي حابب منكم يبدا؟ مش يعني مشكلة. انا ممكن اقول لحضرتك حته كولر وموسيماني دي تحديدا، يعني انا مش وقت المناسب للكلام عنها، بس هي فعلا مهمه جدا عشان الذكر ان احنا عندنا مدرب محترم جدا اسمه ما هو ده الغرض بالظبط. انا بعد رحيل موسيماني فعليا انا كنت من الاشخاص اللي حزين، انا كنت شايف الراجل ده لسه ما زال عنده اللي يقدمه للنادي الاهلي بغض النظر عن حاله النتائج السيئه مثلا في اخر كام ماتش ليه في الدوري. رحل واتى سوارش زي ما انت قلتي يعني فتره لا تصبر ما لحقش يعمل حاجه فعشان كده مش هنعرف نقيم، ما خدش كانت ما تتقيمش خالص يعني. ثم اتى مارسيل كولر، كلنا اتفقنا وقلنا شخص ذو سي في كويس يعني، وقلنا نشوف. انا لحد مثلا اول كام ماتش انا مش عارف اخد عنه انطباع، ومنتظر الاقي الوقت اللي اقدر احكم فيه. الدوري المصري بالنسبه لي انا صعب جدا احكم عليه لبرضك ايه انخفاض المستوى الفني بتاعه، ما اقدرش اقيم فيه مدرب. وافريقيا كنت لسه برضك في الادوار الاولى لحد ما جه توقيت مونديال كاس العالم للانديه. انت بتقابل التوب في العالم بقى، ريال مدريد وفلامينجو، وقبليهم كان بطل امريكا واوكلاند. انا مش هتكلم على فنيات ولا هتكلم على نتائج، انا هتكلم على الفكر بتاع الراجل. لا في مدرب عنده تكتيك، ازاي قابل ريال مدريد بغض النظر ان الماتش في الاخر خلص 4، انت كنت بتقابل ريال مدريد راس براس تلعب معاهم كوره، ده مش هيجي نتاج يعني مش هيجي بشكل عفوي، ده راجل دارس كويس ازاي عارف يلاعب فرقه زي ده عندها النجوم دي كلها. فمن هنا اطمنت وعليه الاهلي وصل فاينل افريقيا افريقيا يعني. هو هنا انت ادركت ان هو بيجيب التعاون مع الفرق الاوروبيه حتى بحكم خلفيته هو كشخص سويسري، في حين ان مثلا موسيماني حكم جنسيته ممكن يبقى اكثر درايه بالتعامل مع الفرق الافريقيه. بالظبط. بعد مباراه سان داونز الخمسه كولر اتعلم، هنا بدا يعرف الكره الافريقيه شويه. مش دايما هتعرف تلعب اوبن جيم او هتنفذ التكتيك بتاعك اللي انت فاكره، لا انت ممكن تغلط وفرقه تديك بزياده في النتيجه. لا اتعلم، ومع الوقت شفنا ده. موسيماني كان عنده محمد شريف وعنده قفشه. طب ما دلوقتي كولر برضك ما هطور لعيبه كتير. بيرسي تاو مثلا في فتره موسيماني رغم ان هو مثلا اتعامل معاه قبل كده ما كانش موجود، بيرسي تاو دلوقتي على في الملعب بالظبط، هو اللي كان جايبه كمان بالظبط. يعني تخيل ان موسيماني هو اللي كان جايبه، ما عرفش يطور فيه حاجه او ما عرفناش نظهر الشكل بتاع بيرسي تاو. بيرسي تاو دلوقتي من اهم لعيبه النادي الاهلي. صح. حمدي فتحي من اهم لعيبه النادي الاهلي. محمد هاني تالق، حسين الشحات تالق مره ثانيه، عندك كل اللعيبه تقريبا تالقت مره ثانيه. يعني انا محمد هاني وعلي معلول شايف الاثنين هيبقى ليهم دور كبير جدا في المباراه الوداد ان شاء الله بتاعه النهارده تحديدا. الكره اختلفت كتكتيك، ما بقاش المدافع مدافع ولا المهاجم مهاجم، في ادوار مركبه زي ما بنشوف مثلا جوارديولا. ستونز قلب الدفاع بيلعب ولا كانه رقم 10. كلوب اسمه ايه اللي على الطرف، ارنولد، ما بقاش يلعب طرف اللي هو الصريح، لا اللي بيضم من نص الملعب كانه بلاي ميكر. احنا هنشوف ده من نهايه من هاني ومعلول الحديثه عموما. بالظبط، الكره مختلفه تماما. وانت عشان تفك التكتل الدفاعي اللي انت كنت بتقول عليه لازم يبقى عندك
محاور لعب مختلفة غير الخصم مدركها عنك صح. او الشكل الاسطمبة بتاعك. وكريم برضو شايف ده ازاي من وجهة نظرك يعني؟ هو انا عندي بس تعقيب بسيط على بيرستاو بالتحديد في فترته مع موسيماني. الكل اجمع ان بيرستاو كواليتي عالي جدا 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 من لحظة وصوله مصر، لاننا شفناه سواء مع سان داونز او شفناه في الدوري البلجيكي وفي فترة احتراف. ولكن الاصابات هي اللي عطلته بشكل كبير. الاصابات لما بعدت عنه بيرستاو ظهر بشكل قوي جدا جدا جدا. طيب مارسيل كولر عمل ايه؟ مارسيل كولر عمل نقطة كويسة جدا، اتصدم فاستفاد من الصدمة. الخماسية أثرت فيه بشكل كبير. اللي متابع مارسيل كولر في فتراته كلها تدريبية كان بيعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1، وكان دايما لازم يكون عنده صانع ألعاب كلاسيكي اللي هو رقم 10. فأنا بشكل شخصي حتى كتبت ده إن هيعتمد على أفشة بشكل كبير. لقى ان طريقه اللعب مش مناسبه دفاعيا بشكل قوي، غيرها ل 4-3-3 واستفاد منها، وتخلى لاعيب الاهلي تطلع افضل ما لديها من خلال هذه الطريقه اللي ما كانش حد يتوقع ده. يعني المحللين كلهم لما الاهلي يلعب 4-3-3 واتعملت قبل كده لو تتذكروا، موسيماني عملها وريني فايلر عملها واتلعبت بشكل سلبي جدا جدا، وخسر بيها النادي الاهلي امام الزمالك في الدوري 3-1 لو تتذكروا. بس ساعتها اعتمد على مين؟ اعتمد على أليو ديانج ان هو يلعب هو اللي يزيد، بالرغم من وجود عمرو صلاح وحمدي فتحي. لا، كولر عمل حاجه افضل، اللي هو حمدي فتحي مش دستروير بالشكل الاقوى، لا هو بس هو عنده مميزات ثانيه، انه يقدر يسند، يقدر يرفع كوره، بيلعب براسه كويس جدا جدا جدا. طب ليه المانع ان انا اخليه هو اللي يزيد علشان خاطر يصنع او يسجل؟ وقد كان ونجح. استفاد من ضم لاعب زي مروان عطيه، بيقدر يعمل سكان بشكل كبير للملعب، بيقدر يوزع اللعب، عنده ورك ريت عالي جدا، مجهوده البدني قوي جدا جدا، تاكلنج عظيم جدا، فبيغطي لي ده. فلما اهاجم والعب 4-1-4-1 زي ما قلت لحضراتكم، مين اللي هيأدي لي دي افضل؟ مروان عطيه. فهو بيطلع عند كل لاعب افضل حاجه ممكنه، واللاعب عليه باقي المجهود. يعني يوهان كرويف الاسطوره قال حاجه عظيمه قوي، قال لك اللاعب بيلمس الكره او بيمسكها في ال 90 دقيقه 3 دقائق والباقي كله بيتحرك. مارسيل كولر خلى ده، خلى كل الاهلي يتحرك والكره تتنقل من رجل لرجل بمنتهى السلاسه. في مباراه من المباريات النادي الاهلي، مباراه الترجي، النادي الاهلي عمل تمريره 94 تمريره في 4 دقائق. انا كنت في الملعب، 94 تمرير، لا وبيفنشها بهجمه، مش مجرد ان انا بباصي بس، لا انا بروح، مش مجرد استحواذ، مش فعال، مش استحواذ سلبي، لا التيكي تاكا زي ما الكتاب بيقول، او الكره الشامله اللي هي اتلعبت في المجر في 54 وبعد منها منتخب هولندا. وبدات التكنيك ده ياكل مع فريق مشهور بتكتله الدفاعي، ولا انت يعني في حاله فريق الوداد واحنا متفقين على ان هم عندهم دفاع قوي، هل الدفاع القوي اللي بالشكل ده والمتكتل بالشكل ده يحتاج تعاملات مع يعني من خلال مثلا الحلول الفرديه للعيبه المهاريه، ولا الفكر الممنهج الجماعي، انهي اللي يمشي اكتر في الحاله دي؟ الاثنين مع بعض بالظبط. الفكر الجماعي اساسي، لان الكوره تدوير الكوره لازم يتم بين جميع اللاعبين. طيب انا عندي لاعب بقدرات خاصه بقى، يعني عندي علي معلول يقدر يعمل الاكستنشن اللي هو الزياده، يقدر يعمل الكروس بشكل كويس جدا. طيب هرفعه لمين؟ هرفعه الكهرباء لوحده وسط 4 مدافعين، ولا لازم حد يضم معاه؟ طيب ساعتها بيرستاو هياخد انهي وضع في الملعب؟ عندي لاعب مثلا زي عمرو السوليه، لو بدا عنده مميزات انه بيقدر يسدد بمنتهى القوه، استغله بالزبط. التكتلات الدفاعيه بتتضرب بحاجتين، كره عرضيه او تصويبات من خارج منطقه الجزاء، دي هي بقى المهارات. طيب هل انا هحتاج لاعب زي احمد عبد القادر مثلا عنده مهارات فرديه او بيرستاو؟ ممكن احتاجه، بس امتى؟ في وقت معين، مش هيكون الوداد بيلعب زون ومقفل جامد جدا وده هيعوز يرقص ويعدي بالزبط. لا مش هينفع، مش هينفع، لا انا عايز واحد ساعتها زي بيب جوارديولا ما عمل مع جريليش. يعني احنا لو هنقارن، طبعا جريليش لاعب مهاري وسريع جدا، بس بيعمل ايه دلوقتي؟ بيباصي بس، الكره بيجي بيسلم ويستلم وياخد بوزيشن كويس ويسلم لدي بروينا، بيسلم لهالاند، بيباصي. وبالتالي بيب جوارديولا اصبح بيعتمد عليه بشكل كبير جدا على حساب لاعب زي فيل فودن اللي هو اكثر منه مهاره واكثر منه فايده او اضافه فنيه. المدير الفني دايما بيشوف هو محتاج ايه، عشان كده غير مكان حسين الشحات من جناح يمين الى جناح شمال، علشان خاطر عارف ان حسين الشحات
هيقدر يفيده في الحته دي انه يقدر يخش او يدخل داخل منطقه الجزاء ويسجل، وده اللي حسين بيعمله في الفتره الاخيره واصبح افضل جناح في الدوري المصري دون منازع. طب بصوا عشان احنا شويه هنطلع فاصل ولسه عندنا كمان اوروبيين عايزين اسالكم عن ميسي، يعني ده ملف 600 مليون 600 انا سمعنا وصلنا 600 دلوقتي والله العظيم يعني اديس. عايزه بس اروح لنقطه سريعه، احنا بنشوف المباراه النهارده هيبقى فيها ترقب، هيبقى فيها محاوله دفاع مستميت من الطرفين، ولا الاثنين نازلين يحاولوا يخلصوا في الدقايق الاولى، وخصوصا هنا الوداد لان هو بيلعب مش على ارضه فهو عايز ينهي كمان زي ما الاهلي عايز ينهي بالمناسبه. انا اتمنى الاهلي يجيب جون في اول ربع ساعه، جون في اول ربع ساعه الماتش ده ممكن يتفتح شويه ونشوف النتيجه اللي كريم متوقعها 3 ولا 4 3 4 قال لك حاجه زي كده. انا لو 3 0 هبقى مرضي، 2 0 هبقى مرضي جدا كمان. طبعا لازم الجون بدري، وهيجي الجون ازاي هاخد من كلام كريم برضك الريتم السريع، احنا مشكله عندنا في مصر برضك ريتمنا بطيء جدا، صح الدفاعات المتكتله طول ما انت ريتمك بطيء انت مقري جدا بالنسبه لهم، الريتم لازم يبقى اسرع، شغل المدوره اللي كريم بيتكلم عليه لازم تبقى انت عارف ادوارك ايه، تقطع امتى وترجع امتى وتباصي امتى وامتى تاخد قرار شوط، الحاجات دي تفرق جدا قدام فرقه كلنا عارفين انها متميزه دفاعيا، التصويب من بره زي ما كريم قال، العرضيات والكره الثابته دي برضك سلاح من اهم الاسلحه اللي عند الاهلي، وخصوصا يعني هم مميزين فيها، يعني هم مميزين جدا في الكرات العرضيه، يعني ممكن يبقى سلاح مضاد ليه، مميزين جدا يعني امين فرحان بيسجل منها وقابل عملوب بيسجل منها وسامبو بيسجل منها، يعني هم عندهم اطوال وعندهم قدرات كويسه جدا، هو هيلعب على دي بالظبط، فانت لازم تكون مامن وتستفيد منها طبعا كويس. والسكند بول هم متميزين في السكند بول، الكره الثانيه الاهلي لو سيطر على الكره الثانيه هيكتسح الوداد، وده بنسبه قد ايه متوقع ان هو ممكن يكون؟ لا هو طريقه مع فكر كولر بقى، طريقه كولر بتعتمد على ده، عشان كده بيفضل انه يرمي او يحط حمدي وديانج ومروان علشان مميزين جدا في قطع الكوره وان هم بيسلموها بشكل سريع وبشكل سلس، يعني هو مش عايز كمان يسيب يعني الكوره بالظبط، هو مش عايز يسيب الكوره، انا النهارده اتوقع ان الوداد مش هيمسك الكوره بالمنظر اللي احنا متخيلين، يعني قصه غياب حتى هي عبد الله حيمون يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هو ده الشخص يعني اللي عنده يعني انا شايف ان هو ممكن ينقل له كوره غاب مع شاكر، انا كنت بقول ممكن يعتمد على ايمن الحسوني مش الجلال الدودي، لان هو ده الوحيد اللي يقدر يحرك الدنيا ويغير، زائد في نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي ياخد باله منها، محمد اوناجم مش اللعيب الواو ولكن عشوائيته ترعبك، يعني مش عارف هيجي لك منين، هو من زكريا وكهربا يعني هو لاعب عشوائي شويه ولكن مرعب، يعني في نفس الوقت ممكن يمثل لك خطوره، ياخد ضربه جزاء تلاقيه عدى بكوره كده مش متوقعه، تلاقيه في يا اخي دايما بزيشن. العشوائيه كمبدا بيشكل خطوره حتى في الخناقات في الشوارع ايوه ما تعرفش الضربه جايه منين، صحيح دايما من قديم الازل العشوائي اكتر حد تخاف منه فعلا، انا يعني ربنا ايوه بالظبط ربنا يشفي لنا كابتن مؤمن زكريا امين، كان دايما يقال عنه اللاعب العشوائي بس بشكل ايجابي ايجابي، مؤمن كان بيقدر يخش في وسط الدفاعات المتكتله دي كابتن سيد حمدي بهجمه والثانيه والثالثه بلمه والثانيه والثالثه بيجيب جول، ربنا يمنه كهربا كذلك الامر دلوقتي مش قصدي عشوائي ان هي كلمه سيئه، لا بالعكس بالعكس بيقدر يخش في حتة صغيره جدا ويعرف مين يجيب منها جون، ودي بتعتمد على مهارات كتيره منها طبعا. السرعه والذكاء والدقه الصحيحه واستغلال الفرص، معرفتك انت واقف فين من قدر على غلواشه المنافس انجاز التعبير، يعني حلو الوصف ده جدا اللي هو انت بتبقى عامل حساب ان مثلا هتفرض رقابه من محمد عبد المنعم على سامبو مثلا، سيف الدين بهره هيلعب او زهير المترجي هيروح على الطرف الثاني هيرمي على محمد هاني بمساعده طبعا يحيى عطيه الله لاعب عظيم جدا جدا باك شمال من افضل الظهراء الطرف في القاره الافريقيه، بدليل انه بيلعب اساسي في منتخب المغرب بالرغم من وجود بقيمه نصير مرزاوي بيلعب بايرن ميونخ، يعني لاعب من الوداد بيلعب على اساسي عليه، فطبعا يحيى جبران لاعب كبير جدا وعنده خبرات ولاعب دولي كذلك عملود خطير جدا في الكرات، بس يحيى جبران كان عنده اصابه دلوقتي هو جاي هو يعني بنسبه كبيره هيشارك يعني تمام. طيب احنا هنروح بقى فاصل سريع وهنرجع عشان نتكلم فيما تبقى طبعا عن مباراه ان شاء الله الاهلي والوداد، كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي، انا واثقه كلنا واثقين ان احنا هنفرح باذن الله النهارده، وكمان ننتقل للشق الاساسي وميسي وماذا بعد مليون. يعني خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل حدثنا، اكيد لسه مستمر مع ضيوفنا كريم فضل وطارق نور النقاد الرياضيين المخضرمين، وانا وكريم ما كنا بنتساءل قبل الفاصل ان خلاص فاضل برضو وقت قليل، حابين ان احنا نستكمل اكيد الوداد، لكن خلينا نروح سريعا على الملف العالمي، و
ملف بقالنا كتير بنرغي فيه، ودايما مع هذا السيزون والميركاتو الصيفي والشتوي بيبقى فيه هذا الكلام. ميسي بقالنا تقريبا كذا شهر بنسمع هيرحل عن بي اس جي ولا هيكمل. طلع كتير من النقاد الرياضيين المخضرمين ايضا قال لك لا لا لا، هو مكمل مع بي اس جي، ما فيش اوبشن تاني احسن. ولما جه عرض الهلال قال لك لا طبعا ده هيروح عرض الهلال عشان الفلوس والعرض يعني هيوج ضخم جدا، واللي وقتها كنا سامعين 450 يعني مليون يورو. احنا على فكره زاد في الفاصل زاد. عايز اقول لحضراتكم قعدنا نحسب ال 600 مليون يورو في الفاصل بالمصري كام، طلع كام بقى؟ 20 مليار جنيه مصري. والله انا لسه سرحان والله لسه سرحان في الرقم بتاع ده خالص. احنا الشويه اللي فاضيين على نهايه الحلقه عايزين نركز فيهم في النبره على ميسي. انا ما بقتش عارف اتكلم يعني، بعيدا بقى عن اي حاجه احنا نركز في النبره على ميسي. هم دول بيخلصوا 20 مليار دول؟ مش عارف يعني، دول ممكن نحسبهم لو كل يوم دفعت كام على مدار ما تموت هيكملوا معاك. الله اكبر يعني. المهم ربنا يديله ويدينا معاه. احنا عايزين 600 جنيه بس. فالناس قالت لك لا، مع هذا العرض الضخم اكيد هو ممكن ان هو يفكر. ناس بقى ثالثه خالص، وده الكلام اللي كان فيه شويه عاطفه، نرجع برشلونه او ده اللي هو راغب فيه. بتشوفوا الملف ده ازاي؟ توقعاتكم الاقرب والانسب ليه ايه من خبرتكم؟ طبعا هو نفسه اكتر حاجه نفسه يعملها في حياته هو نفسه يرجع في مشواره كله في برشلونه، مش ماديا زي كريستيانو. لا مش قصه فلوس، ولا حتى كريستيانو كان رايح فلوس برضك يعني. الموضوع مش فلوس بس، فلوس مش هي دايما تتحكم يعني. ما برضك ما لقاش الحته اللي هو ينهي فيها، قال لك ماشي يبقى ناخد فلوس، وفي نفس الوقت برضك بعمل ملف للسعوديه يعني. رونالدو مش جاي عشان هدف الكوره فقط، لا ما ده ملف على قد دولة ما هو ملف السعوديه 2030 والمنظر ككل مش ككوره بس يعني فلوس. لا برضك يعني انا مش برضه في الاخر عشان المقابل المادي. خلينا خلي بالك احنا بنتكلم على كواليتي لعيبه، ما تهيأليش ان هم كانوا اصلا مركزين قوي في ان في دوريات في منطقه الخليج العربي اصلا. بس هيخلينا متفقين في حاجه برضك، الاثنين دول تحديدا رونالدو وميسي مش في حاجه فعليا للارقام. انا مش قصدي ان في حد بيكره الفلوس عشان بس ما حدش يبقى متفاهم كلامي غلط، بس الناس دي عندها مليارات الدولارات. دول لو عاشوا مع ذلك ما منعهمش ان هم يتفاوضوا بمنتهى الشراسه في حال انتقالهم من والى اي فريق. ماشي البني ادم بقى ده يعني شغل، البحر ده بيحب الزياده زي ده شغل بيزنس. وبالظبط البحر بيحب الزياده. خلي بالك ان برضه عندهم وكلاء وعندهم يعني بالزبط. عندهم حسبه برضه الايجنت والمانجر بتاعه، العموله بتزيد كل ما القيمه بتاعه انتقاله بتزيد طبعا. لكن خلينا برضه نتكلم على ميسي بشكل. ميسي قدامه حل من ثلاثه اللي هم معروفين، الانتقال او العوده لصفوف بلوجرانا برشلونه، يروح دوري سعودي، واعتقد ان ده امر بالفعل مطروح، والدوري الامريكي او الدوري الامريكي يعني ما عندوش يعني اوبشن رابع بالظبط. ولكن في لاعبين اخرين يعني زي تيفيز زي ريكيلمي بيفضل ان هو مارادونا بيفضل انه يختم حياته في الدوري الارجنتيني مع الفريق اللي بدا فيه او فريق مقرب الى قلبه يعني. هل ميسي يعمل ده؟ ما اعتقدش. ميسي انا شايف انه اقرب للدوري السعودي يعني على ارض الواقع. برضو من فتره مش بعيده كان كريستيانو رونالدو كان ليه تصريح حتى اتقال وقتها ان هو اتسرع بالتصريح ده يعني، ان هو ما كانش المفروض يقول حاجه زي كده، بس هو قال ان ابتداء من النسخه اللي جايه من الدوري السعودي، الدوري السعودي هيكون من اقوى خمس دوريات على مستوى العالم، وهيتم جلب 10 من اهم واتقل اسماء اللعيبه. اسم بنزيما بيتردد مع ميسي برضك كذلك الامر يعني. انت بتتكلم على اسامي ده التوب في العالم بالظبط. انا كنت معاكم وقلت ده، وساعتها انتم دهشتوا لما اتكلمتوا على بنزيما على دي ماريا على بوسكيتش راموس، كل ده يعني من ضمن الملف اللي السعوديه شغاله عليه انها تستقطب بالزبط. النجوم الكبيره والعالميه وتزود وتحسن جوده المنتج بتاعها. بالتالي يعني خلاص يعني الدوري السعودي. انا كنت لسه قرات تصريح سوري لاحد اللاعبين السعوديين سوري العراقيين السابقين بيتكلم على مدافع سعد الناطق اللي بيلعب في ابها، وقد ايه بيتكلم بفخر عن لاعب عراقي بيلعب في اقوى دوري اسيوي. انت متخيل بقى لما الصحافه العراقيه او المسؤولين عن الميديا في سلطنه عمان ولا في البحرين ولا في تونس، ان المدافع بتاعي قدر يوقف ميسي وقدر ان هو يلعب جيم عليه، قدر ان لاعب فريق ضمك او الوحده او القادسيه، اللاعب الاردني سين او صاد فاز على النصر تحت قياده كريستيانو رونالدو. هي دي البروباجندا الاعلاميه السليمه يعني. السعوديه
مليون تحية على اللي هم بيعملوه ده. يعني في ناس بتنتقد وازاي ومش عارف شغل ايه، شغل دولة مش، لا طبعا شغل النادي خالص. لا انا نفسي اشوف ده في الدوري المصري. لما وادي دجلة تعاقد مع فلورا مالودا كنت فرحان جدا، ونفسي النادي الاهلي بقيمته الكبيرة يجيب لاعبين عالميين. هو انهي الاظبط لما تبقي انت يعني بتربي ولادك النجوم يعني اللي هم المحليين وتصنعيهم بشكل يخليهم عالميين هم يعني كمان، ولا لمجرد ان انت عندك قدره شرائيه فتجلبي نجوم العالم؟ ما ده بقى سؤال حلو جدا، وده ممكن اضيف عليه حاجه. هل مع استقطاب كل النجوم دول للدوري السعودي ده معناه ان هي نتيجه حتميه ان هو هيكون من اقوى الدوريات الموجوده، ولا مش شرط زي ما احنا شفنا بي اس جي بالنجوم الموجوده في فريق واحد مش في دوري واحد لم يكن بي اس جي الافضل اطلاقا غير في الدوري الفرنسي يعني، لان ما كانش فيه منافس؟ فمعلش دي نقطه. ده شيء وده شيء يعني. طيب اشرح لنا بقى وجهه نظرك. انت هنا بتتكلمي على تخمه نجوم في فريق واحد، ففي ده بيعمل في الاخر زي حاله كده كان بيعمل ازمه ان انت هو المضمون ان ده تاخد راس المال في الكره يعني، دي النقطه اللي انا وكريم بنتكلم فيها. الموضوع فعلا يعني ما هو ما بقاش عشان متجمعين في فريق واحد فده بيتوعنوا، لكن لو متوزعين على فرق الدوري بالظبط زي تنافسية يعني. تعالى نتفرج على الدوري الانجليزي مثلا، الانجليزي موجودين، اللعيبه الانجليزي موجودين، بس انت بتروح تجيب نجوم ثانيه. تعالى نتفرج على الدوري الانجليزي بقى ككوره في حته تانية. نفس القصه في السعوديه، لما انا اروح اجيب رونالدو هنا واجيب ميسي هنا واجيب بنزيما هنا واجيب دي ماريا هنا، كل الفرق دي بتقوى بالنجوم اللي عندها، بتقوي اللاعب المحلي بتاعك. لما بيشوف رونالدو ازاي بيتعامل جوه اوضه اللبس، حد يعرف رونالدو بيتعامل ازاي جوه اوضه اللبس؟ محدش يعرف غير لما هيقعد معاه هيعلمه ككوره، هيعلمه كحياه كرياضي، كل الحاجات دي هتفرق معاك ككوره للدوري بتاعك كله وللكوره بتاعتك. انا يعني زي ما كريم بيقول، وقت رونالدو لما كان معروض للبيع انا تمنيت وكان ليه فكر كده، ليه الاهلي ما كانش يروح يستثمر ان انا اجيب رونالدو كاهلي يقدر كمساعدة الدوله تيجي تقول انا هروح اشتري رونالدو. كان عندنا كاس عالم الانديه بروباجندا رونالدو ان هو طول عمره يعني بيموت على البطولات وبيموت على الالقاب، ليه ما كناش رحنا غامرنا ورحنا نفكر في القصه زي دي؟ هتفرق قد ايه مع النادي الاهلي كاسم ان انت جبت رونالدو؟ هيفرق مع قد ايه في الدوري المصري ان انت عندك واحد زي ده؟ بس برضه انت لو جبت رونالدو وجبت بنزيما وجبت ميسي وجبت نيمار وده نجم مثلا في كذا فريق متوزعين، هل ده هيعلي من برضه الدوري يعني السعودي يعني؟ طب ما احنا شفنا تجربه كريستيانو. انا ليه بقول كده؟ انا مش بنتقد على قد ما عايز افهم. كريستيانو مع النصر ما حققش مثلا لقب الدوري يعني، فهمني هو مش نجم او حد هو اللي هيعمل علشان ده عشان خاطر الفرق جمعية. عشان خاطر الفرق المنافسه عندها لاعبين مميزين وبكواليتي عاليه جدا يعني. حتى في النصر نفسه على فكره بالظبط يعني، الاتحاد بطل الدوري عنده ما شاء الله يعني ثنائي مصري قوي جدا، طارق حامد واحمد حجازي، عنده رومارينيو، عنده عبد الرزاق حمد الله، دول لعيبه نجوم ستار يعني مش قليلين. حتى اللاعبين السعوديين اللي موجودين سواء في الهلال في النصر في الشباب لعيبه كويسه جدا جدا يعني، في خوانكا في تاليسكا في هم اسيويا يعني دوري قوي. انت لو يعني في فرق بتلاقي لاعبين من صربيا، لاعبين من رومانيا، لاعبين من فنزويلا، لعيبه دوليه وبتلعب بشكل قوي جدا مع منتخباتها موجوده في الدوري السعودي. الدوري السعودي لما وسع قاعده المحترفين اضافت للاعب المحلي. نقطه كمان مهمه جدا بخصوص كريستيانو رونالدو وميسي، الشغف ونسب المتابعه، هل يمكن مقارنتها في الدوري الاسباني في فتره ميسي ورونالدو زي الوقت الحالي؟ مستحيل. كلاسيكو مستحيل. الناس كلها كانت بتستنى اللقاء الكلاسيكو ما بين رونالدو وميسي عشان خاطر يشوف هيعملوا ايه ومين هيسجل ومين هيلعب ايه ومين هيعمل ايه. دلوقتي لا، مع كل احترام لبنزيما وبيدري وجافي واسينسو وفينيسيوس، كل اللعيبه دي لعيبه هايله وعظيمه جدا وهتيجي ومستقبلها هتبقى سوبر ستار وميجا ستار، ولكن ميسي ورونالدو كان لهم شغف كبير جدا. بيفكرنا لو تتذكروا الصراع اللي كان بين زين الدين زيدان ورونالدو، كانت الناس بتستنى فرنسا ضد البرازيل عشان خاطر تشوف يعني ده لو حتى ايه؟ لو تتذكر في كاس العالم 2006 زيدان كان بيلعب فرنسا لوحده، كان بيعمل حاجات غير طبيعيه اللي هو يعني كان كائن فضائي نزل لعب الماتش ده وطلع تاني. فهو الصراع كده يعني، هو الصراع ده النجم الكبير
الايمج بتاعه هو اللي بيضغى على بيجبرك انك تتابعه، بيجبر الرعاه ان هم تجري وراه وتلهس وراه تتعاقب. بص هي تجربه فريده وتجربه جديده، وهنشوف فعلا الايام اللي جايه رغم كل التكهنات اذا كانت هتنجح ولا لا، بس اكيد احنا نتمنى ان هي تنجح في الاول وفي الاخر. يعني لو بنتكلم عن دوله عربيه فده لصالح الكره العربيه يعني، فنتمنى ذلك. على كل حال سريعا مش احنا خلصنا النهارده كام كام؟ 2-0 ان شاء الله. 2-0 4 أربعة إن شاء الله. صفر. ماشي أنا في النص. إحنا نعزمه على حاجة. أنا ثلاثة. لو جت الأربعة والبوس ده وش وضهره زي العسل. أنا ثلاثة. نهاية زي العسل لليوم. أنا كنت عايز حاجة بس أخيرة أقولها. اتفضل. أنت ليه ما لبستش منديل أحمر عشان يبقى ماشي مع الفستان؟ ما لحقتش أعمل حساب. أنت عارف إن هي بتبقى مش بنت إخوانا، أنا اتفاجئت بده. إحنا ما بنبقاش عارفين مين هيلبس إيه. لا هو طبعًا ما شاء الله يعني أنتوا الاثنين بس مناديل كريم مميزة. لا بس كان هتبقى في ماتشز كده. عاملة شغل سيب كده. قلت على بيدك النهاردة. قلت قال لي جبت لك المنديل تاخد ده طيب ولا ايه؟ لا في حاجه بفضل الله كل ما اكون معاكم الاهلي بيكسب. يا رب دايما، يا رب دايما معانا ومنورنا، ويا رب دايما الاهلي كسبان. اشكركم جدا طارق وكريم، يعني قراءه فعلا ممتازه ولذيذه في نفس الوقت ومفيده. اشكركم جدا على متابعتنا. شكرا كريم، وان شاء الله باذن الله يا رب نيجي بكره ونقول صباح النصر، ومتفقين ان هتكون مباراه رائعه سواء على المستوى الفني او النتيجه. نشوفكم بكره ان شاء الله. مع السلامه.